أنا عايز حضرتك عزيزي المشاهد وحضرتك عزيزتي المشاهدة تشوف المسار المصري اللي أقدر أوصفه لك بأنه العمود الفقري للعروبة بشكل عام، وأنه ظهر القضية المركزية الفلسطينية بشكل خاص. المسار المصري في الثمان تسع سنين اللي فاتوا دول، إزاي مصر كانت دائمة في إعلانها على لسان رئيس جمهوريتها وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مش بس في انه مصر ان فلسطين هي قضيتنا المركزيه، لا، وكمان حل الدولتين على حدود 67، لا، وكمان القدس العربيه، القدس الشرقيه عاصمه الدوله الفلسطينيه، بس كده؟ لا. الجهد المستمر في ايضاح هذه الصوره مش بس في مجتمعنا العربي أو في جامعة الدول العربية أو مع الدول المعنية أو كل الأشقاء وعواصم القرار في المنطقة، لا، وفي الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي وفي أي حديث دار ما بين الرئيس وما بين أي رئيس آخر أو دولة، رئيس آخر أو زعيم أو ملك، إلخ إلخ إلخ. بس كده؟ لا، ده كمان الإصرار على الاستقرار في لحمة الفصائل الفلسطينية وتقريب وجهات النظر والعمل بجهد مذهل مدهش لم يكن أحد أن يتصور أنه اللي عملته مصر ده يتعمل. في تقريب وجهات النظر ده واحد، اتنين في تثبيت الهدنات أو وقف إطلاق النار، تلاتة في أنه تقدر توقف التصعيد، وبالمناسبة دول كبيرة في الدنيا ما عرفتش وانت عرفت، ثم جهودك في الإعمار ودعوة المجتمع العربي والمجتمع الدولي للمزيد من الإسهام سياسيا وأيضا في إعمار قطاع غزة. طيب إلى أي مدى تستطيع أنك تنظر أو تقيم القدرة المصرية اللي أقدر أقول لك عليها غير متوفرة لدى أحد آخر؟ انه الرئيس الامريكي جو بايدن عندما تحدث تليفونيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتين للمناقشة والشكر بالمناسبة والثناء على هذا الجهد اللي اتعمل علشان تثبيت وقف اطلاق النار، علشان تقريب وجهات النظر، عشان خلق هدوء على الاراضي الفلسطينية المحتلة. هنا أقول لك خليني أخد معانا على التليفون الدكتور حمد فارس المستشار السابق لدى جامعة الدول العربية وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا بيك يا دكتور. سعيد بوجودي مع حضرتك. إزاي الحال؟ كله تمام؟ ربنا يبارك في حضرتك يا رب. والله يا دكتور يعني أنا مش متفاجئ من كلمات الرئيس بقدر ما أنا عندي سعادة مذهلة وفي نفس الوقت فخر حقيقي بقدرات مصر على إنها تخلق وضع فلسطيني إيجابي، ده واحد. اتنين في خطابها شديد الذكاء والمتوازن وفي نفس الوقت الواقعي في عدم محاولة أو تغيير ما يحدث على الأراضي المحتلة وفي القدس بشكل خاص. لكن أسأل دكتور حامد، كيف رأيت هذا أو هذه الجلسة اليوم، وأكثر ما لفت نظرك في كلمات فخامة الرئيس؟ طبعا يا استاذ يوسف، لا احد يستطيع ان يزايد على دور الدوله المصريه في دعم كافه القضايا العربيه وعلى راسها القضيه الفلسطينيه باعتبارها قضيه العرب الاولى وقضيه مصريه بامتياز. يعني لو عدنا بالزمن للخلف منذ تولي الرئيس السيسي سده الحكم في العام 2014، نجد ان اول كلمه له امام الجمعيه العامه للامم المتحده في سبتمبر 2014 كانت مؤكدة على ضرورة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67، وبالتالي الدولة المصرية تتحرك في كل المسارات التي من شأنها العمل على حلحلة المشهد المعقد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وده اللي شهدناه في كافة التحركات المصرية، تحركات متزنة، تحركات حكيمة، تبحث عن إيجاد حلول سلمية حقيقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ووفقا لمبادرة السلام العربية. يعني قطاع غزة تعرض لثلاثة اعتداءات
متكررة منذ العام 2014 حتى عام 2022، لم تستطع قوة على وجه الأرض أن توقف هذا العدوان إلى الدولة المصرية. صح. الاعتداء الأول كان في عام 2014، وكانت الدولة المصرية حاضرة وبقوة وقادرة على صناعة يعني استراتيجية مختلفة لأن يكون هناك سلاما حقيقيا ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. والأخرى كانت في مايو 2021، وكيف نجحت الدولة المصرية في وقف إطلاق النار ثم تثبيت وقف إطلاق النار انتقالا إلى إعادة إعمار غزة وتقديم منحة ال 500 مليون دولار. وده اللي انعكس بشكل كبير من أن شاهدنا صور الرئيس السيسي والقيادة السياسية المصرية ترفع لأول مرة داخل قطاع غزة كدلالة واضحة على المكانة الكبيرة التي تتمتع بها القيادة السياسية المصرية من حب لدى الشعب الفلسطيني. صحيح. ونجحت الدولة المصرية في وقف إطلاق النار. والاعتداء الثالث كان في 2022 واستمر لمدة 3 أيام، ونجحت الدولة المصرية في وقف إطلاق النار. وبالتالي الجهود المصرية التي أشرنا إليها دلوقتي يا أستاذ، حضرتك أشرت النقطة مهمة جدا، اتصالات من كبار الدول، اتصالات من الاتحاد الأوروبي، الرئيس الأمريكي، اتصالين متزامنين للرئيس السيسي شهادة بدور مصر المحوري في تهدئة الاستقرار وتوصيف الأجواء في منطقة الشرق الأوسط في خلال 5 أيام فقط. ثم بعد ذلك زخم حقيقي، لم يطرق الرئيس السيسي أي محفل دولي أو أي لقاء ثنائي إلا وكانت القضية الفلسطينية هي الحاضرة. وده اللي احنا بقى بنؤكد عليه من الناحية السياسية، يعني كانت هناك القمة العربية الأمريكية والتي عقدت في الرياض، والرئيس السيسي أشار وهو كل القادة العرب أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى، وهذا في أول مخرجات هذه. صح. هذه القمة. الثاني القمة العربية الصينية، وخرجت في 5 بنود، كان البند الأول منها القضية الفلسطينية وكيفية إيجاد حل عادل وشامل للدعوة للقضية الفلسطينية. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى القمة العربية في الجزائر، ولكن كان التحضير لها والتي أطلق عليها قمة فلسطين، وكان التحضير لها في القاهرة ما بين القاهرة وشرم الشيخ. ثم عقدت القمة في الجزائر، وهذا المؤتمر هو نتاج هذه القمة ونتاج عمل دؤوب كان قامت به الدولة المصرية للعمل على حلحلة المشهد المعقد والمرتبك في ظل أن القضية الفلسطينية الآن كما يعلم القاسي والداني تمر بمنعطف خطير، يعني في ظل هذه الحكومة. يعني بدون أدنى مبالغة، لو إحنا شاهدنا حجم الزخم اللي شهدته القاهرة الأيام الماضية من خلال توقيع الوثيقة الدستورية السودانية داخل القاهرة، لقاء الفرقاء الليبيين على الأرض المصرية لوضع قاعدة دستورية سواء من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبية، اليوم مؤتمر دعم القدس، قبل ذلك استضافت القاهرة أكثر من لقاء للعمل على توحيد الفصائل الفلسطينية، وكان آخرها لقاء في مارس 2021 وجمع أكثر من 15 فصيل سياسي في محاولة لأن تجعل القاهرة المشهد الداخلي الفلسطيني أكثر انسجاما وأكثر قوة لكي يجابه التحديات المتزايدة التي تعصف بالقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أن مصر هي دولة مؤسسات تمتلك الكثير من المؤسسات القادرة على لعب دور متوازن في القضية الفلسطينية، وهي المخابرات العامة المصرية التي تلعب دورا محوريا رئيسيا يعني مهما جدا لتوحيد الداخل الفلسطيني والعمل على فتح مسارات تفاوضية مع الجانب الإسرائيلي، خاصة أن المفاوضات متوقفة منذ العام 2014. دبلوماسية الرئيس السيسي الذي يسعى بكل قوة إلى فتح مسارات تفاوضية مع الجانب، وهي الكلمة التي أكدت عليه اليوم من خلال سياسة مصر الثابتة والواضحة من أنه لابد من حل سياسي شامل القضية الفلسطينية، لابد من إيجاد رؤية حقيقية للعمل وفقا للاستراتيجية المصرية، وهي استراتيجية التعايش السلمي واندماج إسرائيل بشرط أن يتحقق السلام على واقع الأرض، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية في كل القضايا من خلال احترام عدم التدخل في الشؤون الداخلية. توابد للسياسة الخارجية المصرية هو ما سعت إليه الدولة المصرية من خلال سياسات حكيمة ورشيدة انعكست بشكل كبير على أن مصر أصبحت ليست لاعبا عربيا أو إقليميا فقط، ولكنها أصبحت لاعبا دوليا مهما في استقرار الأوضاع في العالم. أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور حامد فارس المستشار السابق لدى جامعة الدول العربية.